يا هلا والله معكم عابد اوقف لوك. اليوم جاي لكم حلقه جديده. حلقه اليوم المهم يا شباب لا تنسون تسوون لايك اشتراك لحد قبل لايك اشتراك كنت بقول شيء والله نسيت. تذكرت شباب اذا عندكم مراحل وعوالم واشياء كل هذه تقدرون تكتبون لي بالكومنتات. عندكم حسابي بالانستغرام، عندكم حسابي بتويتر، يا جماعه اكتبوا لي مراحل على اساس ننوع بالحلقات الجايه ونلعب مراحلكم. الحين لايك اشتراك خل نبدا بس لا كل شيء تعرفون المقطع. يلا مشينا يا شباب. يا هلا والله اصدقائي، اليوم راح نلعب سوبر ماريو ميكر 2. قلتها ترى قبل شوي سعيده ما ادري ليه. المهم راح نلعب عوالم. المره اللي طافت لعبنا رنايه وصراحه دعمتوني ودعمكم مشكورين عليه، واتمنى دعمكم لسلسله سوبر ماريو ميكر 2. ان شاء الله نلقى لنا عالم حلو. طبعا هذا عالم الزمرده، عالم زبال فمعليش. اوكي هذا عالم واحد، اربع مراحل، 2000 لايك ان شاء الله يكون تمام. صراحه لعبت كذا عالم يا جماعه تافه هالشكل يا جماعه، قسم بالله شيء يعني يمكن عمر اخوي ختم مو انا، عمر اخوي الصغير عمره 6 سنوات عسى الله يحفظه تمام راح يخلصها. ف ترى تطورت ها كمان. اللي حط لايك صراحه كفو، هذا دليل اني اتطور صح. حط لايك عشان الناس يشوفون فيديوهاتي يشوفون مستواي الجديد بسبتك انت، شكرا لك. خلونا يلا ان شاء الله مو مرحله منوبه. الله يرحم والدي. سبيد رن اوكي ما انتبهت صح، قاعد اطيح باتفه الفخوخ صح. اوكي انا اصلا صدمت لان كان عنوانها شنغ هونغي فما كنت عارف اقرا سبيد رن بالياباني. اي والله ما ادري احس لو فزت فيها يعني غلط. شوفوا ايش قاعد اقول. ايه ده حمار اصبطكم والله اصبطكم. والله حرام ودي اعيدها. يصير تنعاد هني يعني اقدر اجيبها بوقت اسرع. قاعد اجرب اعيدها. لا ما تنعاد صح. اوه ما تنعاد حرام والله. يلا اللي بعده يا باش، اللي بعده يا باش. لا خلاص شي هون هوني هاي سبيد رن. هي قريت اخر شيء. اوكي توني انت بالنا في سبيد رن. شنو نفس المرحله بس غيرت شوي انت ولا ايش سالفتك؟ ليكون عالم سبيد رن بس. شي هاي انا اقول لكم هذا قاعد يسويها وهو عيونه صغار فعينه ضيقه. تشوفون ضيق البايبات وحالته حاله. خلاص سبيد رن شال حكر يعني رجال متين متعود على الرهات صراحه يعني بسبب حجمي متعود على كل شيء راهي بس هو المشكله قاعد اموت ترى صراحه اموت من الضيق. ما اتحمل الزحمه صراحه يعني. لا خل ركز انا المشكله قاعد اسولف و قاعد اسولف. قلت احطكم حجه. لا خلاص والله خلاص والله العظيم ما عيدها خلاص. تذكرت ايام المدرسه. يلا ابو عابد تركيز. تجي قاعد اموت بنفس المكان. المشكله حفظ الزاويه، المفروض اشغل حاسبه مخي وهندستي. صح انا من البدايه كنت انقز، كان قص علي ما داعي انقز. شوف هذا لما اقول لك التكرار يا اخي. الصور هذه الصور والله الصور توني اكتشفت والله انك نذل. اسمح لي انت شي هاي نذل. انا قاعد اقول له يعني ان شاء الله انه توصل له حلقتي هذه ونشوفه وانا اكلمه بلغته يعني. هو كان يحط لي نقزات انقز. انا المشكله اني انقز توني استوعب انا ليش انقز يعني. والله يا جماعه قص علي يعني بالمصري. على سكوير بص حضرتك يعني انه صب عليك صح؟ ايوه انا عارف يعني هو كذي يعني هذا عرف عند المصريين. لا تزعل مني بس يعني عادي يعني كلام
الكل يعرفه مثل ما انت عارفه قاعد تضحك علي الحين. شات شات اعيد سهله سهله. هذا سبيد رن بتاع عيال صغيره يعني صغيره عرفت اخي ما ينفع اتكلم مصري والله هي ترى فر بر 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 خالصه بس انا المساله مساله قياسات واللي يحطون الصور هذول ترى تخلون الواحد ينجم عرفتوا شنو قال لي اسوي خلاص تعال يعني لازم تطق هذه مني صح انا ابو شكلك لابو السبيد رن اللي تعرفه زين شياه المشكله اظن ان راح افوز عادي ما ادري ان شاء الله ان الوقت يحالفني لا والله يعني فرحان بمرحلتك من طول المرحله المفروض فيها تشيك بوينت قطات ماريو هذه اللاعبين يعرفونها شو اسمه درن اللي مدته دقيقتين لا نسيت هذه طقط هو حاطه يدري انه زق معلش يا جماعه بس لازم اعبر لان شي هو يو غثني الله العظيم مشكله كبير والله انا ليش مت نسيت والله لا ما مت من هذول انا رمضان الله لا يوفقك يا حبيبي رمضان الدنيا بيضة ما اشوف قلت لك سبيد ران المفروض حاط له تشيك بوينت من طول المرحلة ابسنت واشكالك يلا والله تخس يا كذا ابو اسمح لي اسمحوا لي يا شباب اسمحوا لي بس شي هو يعني رفع ضغطي عرفتوا يلا غير شي المرحلة الأخيرة أحس سبيد ران فاينل مدتها 6 دقائق مع 2 تشيك بوينت يا خلاص عرفنا ان عالم سبيدرا اوكي شوكيان يا الياباني شي هو اوكي ليش عيونه من ضيق عيونه يقدر هو يشوف هذه المساحه عنده وسيعه فيطالع شي هو وجهه كنا وجه سمكه انا وري اوكي اسمحوا لي والله ما اقدر امسك نفسي في بعض ممكن يقول يا ابو عاب ليش تقول الكلام ما اقدر معليش ما علينا لو نزل على بعض ما راح اخلي الكلام بقلبي شو ما اخلي بقلبي ترى الصج هذا مو مقلب العالم وحياة ربنا بو وحياة ربنا يعني عزة ترى يعني شايل لي ميت والله صدق هذا الحين الحين خلصنا صح؟ والله خلصنا الله ان النكته صراحه يعني اسمحوا لي مشكله مو مكتوب برا سبيد رن يا قلبي معطينا 2000 المهم شباب وصلنا لنهايه حلقتنا ان شاء الله انها عجبتكم انا ادري انا صار لي المقلب خلي يصير فيكم المقلب شباب اللي وصل لنهايه الحلقه يكتب لي تم لان اكتشفت ان زر التم يفعلكم فاي واحد اسطوري يكتب تم اكتب تمين مو واحده اكتب 2 تم اوكي لا تنسون تسوون لايك واشتراك يا شباب بما ان هذه الحلقة قصيرة بعوضكم بحلقة اخرى ان شاء الله افضل شباب بالحلقات الجاية زين اكتبوا لي اذا عندكم عوالم اكتبوا لي بالكومنتات اوكي اذا عندكم مراحل اكتبوها لي ان شاء الله راح اسوي هاشتاج عشان ترسلوا لي مراحلكم على الاقل ولا العب مراحل شو لان لو وحشتني السلام عليكم شباب ان شاء الله اشوفكم بحلقة جديدة.